عليه تقريبا تحقيق نتاع بي بي سي وتسجيلات اللي خرجت لنا البارح في اخر الليل، تخرج لنا اخر ايامات بن علي خاصة 13 و14 جان في تسجيلات لاول مرة نسمعهم اللي ظهر حجم الارتباك في اخر لحظات واخر سويع بن علي. خلينا نسمع بالتسجيل بزاد المستمعين يعرفوا شكون لول. نبدا بالتسجيل الاول اللي هو نتاع طارق بن عمار اللي كلم بن علي من بعد الخطاب نتاعو نهار 13 جانفي. مرحبا، هذا الزين الحلو اللي نحبه، هذا الزين الشعب. قالك باك قبل فلاق اليوم قال لي وقلت لك ما احلاك، هذا هو البن علي اللي نستناه فيه، هذا ولد الشعب. دازه مكسره وحاله حليله. لا لا مكسره لا محاله حليله، وشو حتى العربيه يشكروا فيك فرونس 24 سي ان غوتورنمون هيستوريك. انت شعبي قلت لك الدارجه الدارجه ياسر حلوه. الله عليك العالم احلاك كل شعب معك ان شاء الله. خلينا نقولوا قبل ما تعديوا التسجيل من بعد، وانه البي بي سي تقولوا انه عندها التسجيلات هذه تقريبا لمده عام وقاعده تثبت فيها، ثبتت مع خبراء صوت وحلتهم في بريطانيا وفي الولايات المتحده الامريكيه زاد كيف كيف بعد التثبت الكبير هذايا، سمعت التسجيلات هذه للناس اللي يعرفوا الاصوات هذه واللي يعني اكدوهم، اما زاد اتصلوا بالناس المعنيين بالتسجيلات منهم مثلا رشيد بن عمار، والا نحكيوا على كمال طيف اللي رفضوا انهم يحكيوا معاهم، وفما ناس اخرين اللي يقولوا التسجيلات هذيا ما صارتش اصلا، ولكن بتحفظ التسجيلات يظهر وانه تم التحقق وتثبت فيها. تعديوا تسجيل من بعد اللي هو رضا قريرة اللي كان وزير الدفاع في وقت بن علي في حكومة بن علي. سيد الرئيس هو خرج بلاغ من الرئاسه ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، قالوا مومونتاني قالوا محمد الغنوشي يعمل الانتريم تاع رئيس الدوله. يا ولدي محمد شو رفيق او كلك جار شو رفيق او كلك جار كلك جار كلك جار كلك جار كلك جار مرحبا بيك مرحبا بيك سيد الرئيس. هذا راهو خلينا نعطيو زاد الكونتكست هذايا تقريبا، لو كان تفكروا ليزيماج وقتها بعد ما السوريات يشيع بن علي قدام الطياره، هذايا تليفون تقريبا من الطياره وبن علي يقول وانه انا باش نرجع بعد سويع، وقال منطقي وانه غنوش يشد بلاستي اما انا راني باش نرجع بعد سويع. التليفون اللي بعد مع رجل اعمال المعروف وصديق بن علي كمال الطيف. إذا غير وزير الدفاع قال الأمور مبسوطة. لا 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 فما لا فما برشا ديراباج وفما الجيش مش كافي، الجيش مش كافي يلزم يلزم يا كمال شو قلت صاحبي نرجع طلع ولا لا؟ خاطر أنا في الطريق راجع يا كمال. ها؟ قلت صاحبي نرجع ولا لا؟ لا الأمور مش باهية براهي، الأمور مش باهية. يعني لو كان ركزوا رضا قريرة اللي يقول وانه الامور على الميدان مش ولا بد كيف كيف، زاد كامل الطيف يقول له ليه ما ترجعش والتسجيل الحقيقه اللي من بعد لرشيد عمار مع رئيس الجمهوريه على اساس واحد مسلفه فلوس قال له ما عرفوش من الاول شكون يعني اللي يكلم فيه، وكانه رشيد عمار كانه سي يعني بن علي بعد ما طلع في الطياره سي. نسمعوا التسجيل. الو رشيد. وي وي جنرال شكون معايا؟ رئيس انا. شنو احوالكم؟ احتراماتي الوضع مبسوط شايفين اموركم ولا لا؟ لا لاباس لاباس لاباس. انا نسمع فيك لاباس. لا لاباس الامور مسدوده لاباس. شوف يا رشيد يا رشيد. يا نعم يا نعم. تنصحني ندخل توا تنصحني ندخل توا ولا بعد؟ لا هبني كان نزيد شويه خير. هذا هو يعني قال له كان زيد شويه خير. واخر اخر تسجيل اللي هو مره اخرى هذا في نفس اليوم هذايا في نهار 14 جانفي من بعد ما بن علي طلع في الطياره وتقريبا تليفونات هذايا تعملت في الطياره على خاطر هو كي طلع قالوا له وانه راهو الغنوشي شد رئيس جمهورية بارانتيريم يعني بالنيابه، ويقول وانه يعني في تخمام بن علي وقتها كان انه باش يرجع بعد سويع وقتها. خلينا نعطيه زاد يمكن بعض المعلومات اللي زاد تحكي عليها وهي تقريبا شبه مؤكده، وانه بن علي جه تليفون اللي قال له اخرج من البلاد خلي يركح الجو. منين جه تليفون؟ من جه تليفون مع
عند خلينا نقول الدولة خارجية ماهيش محددة بكل تحفظ ولكن المعلومة شبه مؤكدة دولة خارجية اللي قتلوا أخرج من البلاد صباح حتى تركح الأوضاع وترجع دونك بن علي خرج على أساس باش يرجع ولكن التليفون زاد الأخر اللي جاء مع عند وزير الدفاع متاعه ومن بعد مغدوة صباح اللي يحكي معه لاباس صباح الخير شنو عليك لاباس صباح الحمد لله يا كور دي كرابيوج سي فريس انا الحقيقه معناها لا ري اون لا ميتريس با يا ميم اون تيز يا لا تيز دو كو ديتا ما نعرفوش شكون وراها شكون كذا شنو تعرف شنو وراها مو خوجي وراها شكون وراها فهمتني فوق خوجي شنو انت في الداخليه لا 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 سيشير لخوانجي سيشير اوكي سي سي ستابل انا مش تاخد طيارة تورا سيد الرئيس انا اقول لك بكل امانة من اون نو بو با اسوري بوتر سيكوريتي ها اقول لك قولها لك انا اعتبرني ولدك اللي تحب انت انا اقول لك انا وانت لك سيد الرأي انا معناها نحرسك حتى للقصر مي الشارع راه منعرش هاني اقول لك انا سيد الرئيس وانت ولا كنت شنو عملت وانا الشارع خدمته في الشارع انا نعطيك الوضع مش على التفسير انا نعطيك الوضع الاوبجيكتيف وانت فسر واللي تروح هذا اخر تليفون صباح 15 جانفي بعد ما علي بن علي في السعوديه وما رجعش بالطياره نتاعو بعد سوايع وقدم غدوة يستنى في الاوضاع هو راهو ليامات اللي من بعد 14 جانفي بن علي قعد يعني في بيريود اللي وقتها فيها محمد الغنوشي من بعد فؤاد المبزه على راس الجمهوريه بن علي قعد في اتصال مع المسؤولين في الدوله وفي اتصال كامل وتقريبا الكل قالوا له من غير ما ترجع الوضع خاطر باش يتازم وكل شيء